وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا في استوديو مركز الأخبار السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة، وكل عام وأنت وجميع نساء البحرين بخير. كل عام وأنتم بخير. سعداء أكيد بوجودك معنا، ويريت لو تبدين بكلمة توجهينها بهذه المناسبة. طبعا في البداية أحب أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد رئيس الوزراء ولي العهد الأمين حفظ الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها قرينة الملك البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة. يعني للمرأة البحرينية سيدة أحلام دور بارز من خلال مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، فتحدثينا أكثر وتحديدا في المجال الاقتصادي. طبعا إحنا كرئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية نفتخر بأن إحنا أول جمعية خليجية نحتفل السنة بمرور 22 عام. نشكر جلالة الملك المعظم على دعمه اللامحدود منذ بداية تأسيس الجمعية، وطبعا احنا نشوف حاليا في العصر الزاهر لجلالة الملك كيفية الازدياد عدد السيدات في مجالس الإدارة وفي القطاع الاقتصادي بقوة وتطويرهم. طبعا في دور للمجلس الأعلى للمرأة في دعم السيدات اقتصاديا. احنا طبعا نتكلم عن جميع المجالات، ولكن احنا دورنا اقتصادي. الحمد لله وصلنا إلى العالمية عن طريق توقيع مذكرات تفاهم، أكثر من 55 مذكرة تفاهم من خلال الجمعية إلى المنظمات العالمية الاقتصادية. دور المرأة البحرينية دور مهم جدا في تعزيزها لوصولها إلى مراكز صنع القرار، والله يحفظ جلالة الملك شفنا تعيين 10 سيدات مجلس الشورى، وبعض السيدات موجودين في مجالس إدارة البلديات، وفي تعيين من جلالة الملك لأمانة العاصمة. نعم والوزيرات طبعا. ولا يخفى عليك بعض السفيرات. نعم، أين ترين المرأة البحرينية في الجانب الاقتصادي خلينا نقول بعد 10 سنوات؟ طبعا احنا وين كنا وابتدينا بقوة. نعم. بفضل القوانين البحرينية اللي ما تفرق بين المرأة والرجل، القوانين الاقتصادية، المرأة وصلت إلى مراكز صنع القرار، ولكن احنا نتطلع ونطمح إلى وصول أكثر عدد ممكن من السيدات إلى مجالس إدارة الشركات الحكومية والشركات الخاصة. طبعا الشركات الخاصة في عدد من السيدات، وإحنا نتطلع أنه يكون في عدد يعني خلينا نقول 25% زيادة كل سنة، مو كل 10 سنوات. سعداء بوجودك معنا، وكل عام وأنت بخير مجددا. السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا لكم.